أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. هذه التغطية الإخبارية ما زالت مستمرة معكم على إكسترا نيوز. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا مباحثات ثلاثية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في القاهرة. هذا ومن المقرر أن يتحدث الزعماء الثلاثة إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. أهلا بك يا فندم. نعم، يعني كيف تتابع هذه القمة التي ستعقد غدا؟ كيف تنظر إليها؟ طبعا ركن أساسي من العلاقات العربية هي العلاقة بين مصر والعراق والأردن. عودة العراق واختيار مصر كمقصد أول لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هو امر مية وخصوصية ويضفي قدر عالي جدا من الطمأنينة على مستقبل العمل العربي المشترك في عودة بغداد للقيام بدورها العربي المنوط بها. يعني سيكون له تأثير ايجابي جدا في مستقبل العلاقات العربية والعلاقات المصرية العربية في عمومها. وكذلك يعني دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني للاشتراك في هذا هو تأكيد على أهمية المرحلة والقضايا المشتركة التي تجمع بين البلدان الثلاث، على رأسها ملف مكافحة الإرهاب بعد نجاح العراق في ملحمة استطاع من خلالها تطهير البلاد من خطر داعش، ولكن هذا الخطر لا زال قائما. وبالتالي وجه السيد الرئيس المؤتمر الصحفي الانتباه لهؤلاء الذين يقومون بدعم ومساندة هذا التنظيم والعناصر الإرهابية ونقلها عبر الحدود من منطقة نزاع إلى منطقة أخرى، وبالتالي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي ينحسر فيها الإرهاب من العراق وينهزم في سوريا وتقضي عليه مصر على أرضها، ولكن هناك دول إقليمية تقوم بعملية نقل وتسهيل مرور هذه العناصر لتحقيق أهداف سياسية، سواء الأمر يتعلق بسيناء أو في ليبيا أو في غيرها من المناطق التي تدعم فيها قوى إقليمية عناصر إرهابية وتساندها لوجستيا. وأظن أن الجزء الثاني بدأ اليوم في مباحثات السيد الرئيس مع رئيس الوزراء العراقي يتعلق بمرحلة إعادة التعمير، ولدينا خبرات واسعة من شركات مصرية وأفراد عملوا في العراق ولديهم هذه التجربة، وبالتالي دعوة السيد عادل عبد المهدي للشركات المصرية للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق ستكون محلا للبحث الدائم خلال المرحلة القادمة بعد إطلاق هذه الفكرة خلال القمة الثنائية مع السيد عادل عبد المهدي. وأنا أيضا أرى أن دعم السيد عادل عبد المهدي لوجود الشركات المصرية في العراق هو امر يعني يخدم مصالح البلدين، وهو ايضا امر يعكس مدى الاحترام الذي عبر عنه سيادته خلال المؤتمر الصحفي مع السيد الرئيس، ويفتح الافاق لمزيد من التعاون بين البلدين. هناك ايضا الوضع العربي الاقليمي قبل قمه تونس، فالامر يحتاج فيما يخص القرارات المكحفه للولايات المتحده بشان الاعتراف السيادة الإسرائيلية غير المشروعة على الجولان العربي المحتل سيكون أيضا محل النقاش خلال القمة الثلاثية التي ستعني بالقضايا العربية قبل اجتماع القمة القادم في تونس. هناك العديد من القضايا التي تعكس توافق الرؤى فيما يتعلق بملف الإرهاب، ملف التعاون الاقتصادي، ملف القمة العربية، ولكن دعيني يعني أشير إلى أن اختيار القاهرة كمقصد أول لرئيس الوزراء العراقي هو أمر الحقيقة يعني يبعث
الأمل من جديد في عودة العراق لتبوأ مكانته على الساحة. سأعود إلى هذه النقطة سيادة السفير، وستحدث معك عن العلاقات المصرية العراقية، يعني على هامش أن هذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى مصر وهي المحطة الأولى له، ولكن دعني أتحدث معك عن الدول الثلاثة، الأردن والقاهرة أو مصر عفوا والعراق. دعني أتحدث عن أهم الملفات ربما المشتركة التي تتوافق فيها وجهات النظر بين الدول الثلاث. يعني التكامل الإقليمي والاقتصادي، أجندة القمة العربية في تونس، ملف مكافحة الإرهاب، أظن العلاقات الثنائية تلك هي المحاور الأربعة الرئيسية التي تجمع القادة في الدول الثلاث. ولكن الترحيب بعودة العراق واختيار القاهرة كمقصد أول له دلالات لا يجب أن تخفى على المحلل، وفي نفس الوقت هي تفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتنموي بعد أن حققت العراق يعني قدرا عاليا من الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت هي دولة عظيمة بمواردها البشرية والاقتصادية ولها موقع جيوستراتيجي هام جدا لأمن واستقرار المشرق العربي واستعادة العمل العربي لأفاقه، ومع حكمة الملك عبد الله الثاني ووجود السيد الرئيس ضاربا المثل بإمكانية إعادة الاستقرار للدولة الوطنية وإعادة الأمن ومواجهة الإرهاب، هي كلها أمور يمكن تبادل الخبرات فيها. ولكن التعاون العربي المشترك بعد هذه القمة سيشهد أظن انتقالة نوعية، وعودة العراق المرحب بها على الساحة العربية بعد سنوات كافح فيها شعب العراق في مواجهة جحافل الإرهاب الممولة والمدعومة من أطراف إقليمية ودولية استهدفت أمن واستقرار العراق وإبعاده عن الفناء العربي وإبعاده عن الطموح العربي المشترك. وكان أظن عودة العراق وتعد عودة العراق أظن مدخلا لعلاقات عربية أكثر يعني تحقيقا للأمال والطموحات في المرحلة القادمة. في هذه النقطة تحديدا سيادة السفير، يعني كون أن مصر دائما تلتزم بمسؤولياتها تجاه الدول العربية، أو يعني دائما هي مسؤولة إذا صح القول عن التزامات معينة للدول العربية، كون أن مصر لها الريادة الآن في المنطقة العربية، فيما يتعلق يعني بعيدا عن الأردن فيما يتعلق بالعراق تحديدا، يعني العراق خارج ربما من حرب داخل العراق، من مجابهة تنظيم إرهابي داخل العراق، يعني البعض يتساءل الآن ما الذي تعول العراق عليه الآن على مصر في هذه المرحلة؟ أظن يعني الجزء المرتبط باستمرار الدعم والمساندة في مكافحة الإرهاب، القضاء على داعش في بؤرة أو في منطقة لا يعني القضاء عليه نهائيا. صحيح. بكل تأكيد تحققت العديد من المكاسب في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا، ولكن لازالت المعركة قائمة ما دامت هناك قوى إقليمية ودولية تستخدم الإرهاب لتحقيق مصالح. فإعادة إمداد داعش وإعادة نقل قواته واستخدام الأراضي التركية للعبور واستخدام الأموال القطرية للتمويل واستخدام استراتيجيات تمعن في استخدام الإرهاب وعناصره لتحقيق أغراض سياسية على رأسها تفتيت الدولة القومية في المنطقة العربية، أمر لا يمكن مجابهته وهو خطر عابر للحدود إلا بالتعاون المشترك كما نشهد اليوم وسنشهد غدا في القمة الثلاثية. صحيح. وبالتالي في القمة العربية القادمة في تونس الرؤية العربية الجماعية وما أكد الرئيس علي في قمة ميونخ للأمن على سبيل المثال من ضرورة المجابهة الدولية لمن يمول ومن يساند ومن يدعم ومن يعالج حتى ومن ينقل لوجستيا هذه الكتائب من مكان إلى آخر. ولكن مرحبا بالعراق شقيقا عزيزا على قلب كل مصري وقلب كل عربي ليساند من جديد خطط التنمية الطموحة وليستفيد من تجربة مصر في إعادة الإعمار والتنمية ولتستعيد الشركات المصرية والأردنية والعربية مكانتها في سوق واسع وهام يتمتع بقواه البشرية والاقتصادية. صاحب باع طويل في الحضارة والثقافة هو العراق الشقيق بشعبه العظيم. نعم، يعني أيضا فيما يتعلق بهذا السياق سيادة السفير، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه اتفق مع عبد المهدي على تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها البدء الفوري في التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين المنتظر عقدها في بغداد برئاسة رئيسي الوزراء وتبادل الزيارات. أهمية هذه اللجان المشتركة، لا أتحدث هنا عن العراق فقط سيادة السفير، ولكن بشكل عام أهمية اللجان المشتركة بين البلاد
يعني ايضا ربما على ذكر اللجنه المشتركه، يعني وزيره الاستثمار سحر نصر في زياره للارجنتين ايضا قاموا باحياء اللجنه المشتركه المصريه الارجنتينيه فيما يتعلق بالسياق الاقتصادي، اهميه هذه اللجان يا فندم. طبعا بعد التوافق السياسي، يعني زياره عبد المهدي ورسالته الهامه ذات الدلاله لمصر كاول مقصد خارجي له، بعد هذا التوافق السياسي لابد من اليات تنفيذيه لتحويل هذه الاراده السياسيه الى مشروعات تنمويه، الى اهداف تتحقق على الارض، وبالتالي اليه اللجنه المشتركه هي الانتقال بهذا التوافق السياسي الى مشروعات وموضوعات تعاون في كل محاور العمل العربي المشترك، اقتصادي ومالي واستثماري وتجاري وطبي وصحي ودوائي، ومشروعات مقاولات ومشروعات كبرى كما نفذتها مصر على ارضها تنفذها ان شاء الله الشركات المصريه والعراقيه والاردنيه والعربيه عموما معا على ارض العراق الشقيق. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن أستاذ أسامة عجاج مدير تحرير الأخبار. أستاذ أسامة أرحب بك. أهلا وسهلا. نعم، أيضا دعني أبدأ معك بالحديث عن هذه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، من أي منظور تتابعها يا فندم؟ دعيني أشير إلى حقيقة مهمة، أن مثل هذه القمة لم تتم بالصدفة، فلا بد أن يكون هناك استعدادات واتصالات ومشاورات عديدة جرت. قد يكون المفاجأة في الإعلان عن التوقيت فقط الذي تم معرفته اليوم والأمس، بينما المشاورات من المؤكد أنها بدأت منذ فترة طويلة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى علينا أن نرصد القيمة الاستراتيجية لكل من الدول الثلاثة. مصر على سبيل المثال دولة محورية في العالم العربي، دولة إقليمية كبرى، يعني راعي إقليم لعملية السلام، وهي عملية مهمة كشأن عربي، وهي كما يقال هي قلب العالم العربي النابض. بالنسبة للعراق، العراق منذ سنوات عديدة عانى معاناة شديدة، سواء من عام 1900
81 دخل في الحرب العراقية الإيرانية الأولى والثانية، ودخل في الغزو العراقي للكويت، وبعد سنوات وقبل أن يتعافى عانى من وجود تنظيم داعش الذي استطاع أن يستولى على عدد كبير من الأرض في شمال العراق. ولكن العراق الآن يتعافى على أكثر من مستوى، مستوى اقتصادي ومستوى عودته إلى الحضن العربي. بالنسبة للأردن، الأردن دولة مهمة ومحورية ولها دور كبير في عملية الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره هو المشرف على المقدسات، بالإضافة إلى أنه يعني هناك جزء كبير من التحديات التي تواجه الأردن باعتباره أنه يفصل جغرافيا بين قوى عديدة عربية وإقليمية. عندما تجتمع الدول الثلاثة، مصر كما تحدثنا عنها أو الأردن أو العراق، فنحن أمام، لن أقول محور لأن مصر لا تدخل في محاور ولا تقبل بهذا، فهي جزء من العالم العربي الأكبر، ولكن يعني آلية جديدة للتنسيق في إطار منظومة عربية كاملة، آلية ثلاثية في إطار منظومة العمل العربي المشترك الذي يمثله كجهة رسمية الجامعة العربية. فدعيني أؤكد أنني استبشرت خيرا عندما عرفنا بنبأ هذه القمة التي سيكون لها ما بعدها إن شاء الله. نعم أستاذ أسامة، يعني كونك مدير تحرير الأخبار، لا أتحدث عن الإعلام المصري، ولكن يعني في الخارج سواء دول عربية أو حتى الغربية، كيف تتناول هذه القمة؟ لا يعني ما يعني المفاجأة في الإعلام، يعني أربكت حسابات عديدة في وتم التعبير عنها في وسائل إعلام عربية ودولية، نظر لطبيعة هذا لن أقول محور ولكن أقول أنه تجمع، كما سبق لهذا التجمع أن كان له تأثير في زمن من ما عندما كانت الدول الثلاث بالإضافة إلى اليمن ضمن الاتحاد العربي، عندما ضم الدول الثلاثة بالإضافة إلى اليمن وكان له دور بارز وموازي للاتحاد المغاربي والمجلس التعاون العربي. ظني أنه الأهمية، وهذا ما تناوله الإعلام، أن أهمية الدول الثلاثة أثرت كثيرا وكانت وراء يعني إعادة التفكير في المبررات والأسباب التي دعت الدول الثلاثة إلى مثل هذه القمة، خاصة وأن على سبيل المثال العراق هو ساحة تجاذب عربية إيرانية، وإيران متداخل في الشأن، لها العديد من الأيدي والتدخلات في عدد من القضايا العربية والساحات العربية. الأردن معني مع مصر في القضية الفلسطينية بشكل أساسي، وهذه قضايا يهتم بها كل دول العالم ما في الإعلام. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف أستاذ أسامة عجاج مدير تحرير الأخبار، شكرا لك.